بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. ما هذا ولماذا وكيف إبراهيم؟ أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الاثنين من ملك وكتابة، حلقة مهمة في توقيت أهم، لكن البداية استفهامية أوي. ليه؟ منذ لحظة إعلان فوز الزمالك بالدوري العام بدأت حالة بعديها يكاد يكون مباشرة، سواء بعد نهاية المباراة أثناء التتويج وبعديها تداعيات، مش فاهم. انا وانا بتابعها اتخضيت. ايه ده مره واحده؟ في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ خير خير، الزمالك كسب، اهلا وسهلا، مبروك ليهم وماشي. نقعد بقى تقول والله اصل التحكيم، وانا اقول لك اصل مش عارف ظلمني في ايه، وانت تقول لي لا ده احنا خدنا حقنا، وانا اختلف على الفار. ده كلام في الرياضه وفي الكوره، ويحدث وهيحدث ومقبول، واخد بالك انك تتناقش في هذه الامور. الخلاف انا يعني عمال افكر يا جماعه، ايه علاقه ان نادي يكسب لازم انزل اشتم الناس كلها؟ انت راجل اهلاوي ساكن في عماره، وانت لما الاهلي يكسب لازم تنزل تشتم في العماره وتخبط عليهم وتضرب لهم الاجراس وتطلع لهم لسانك وتشتم فيهم عشان تعرفوا يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه؟ يا حبيبي خلاص كويس، افرح. حادث رياضي يبقى في سياقه وفي اطاره، لكن في نفس اللحظة التي تنتهي بها المباراة معلنة فوز الزمالك بالدوري، نجم كبير جدا يطلع يشتم من النادي الأهلي اللي مش موجود في المشهد، لحد استفزه ولا بتاع، يقول لك أصله من مش عارف من كام سنة كان الجمهور شتم، فالجمهور يقول لك لا ما هو اللي ابتدى مش عارف، ونخش في حاجة ملهاش معنى بحسابات. احنا قلنا قبل كده النجم ده شخص تقدر تشاور عليه وتعرف تعرف قيمته وتأثيره. الجمهور هتشاور على مين؟ واحنا بنستنكر من الجماهير هذا الكلام، ولكن بنستنكر بدرجة أكتر وأكبر النجوم. مش معقولة إن يبقى ده منهج احتفال، إن في 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 أروقة النادي الأهلي في ماتش 99 يحصل هذا الأمر من نجم آخر من نجوم الفريق وأوركسترا، يتكرر الامر مع الفريق الاول. ايه علاقه انك تحتفل بالسباب والتجاوز على رموز النادي الاهلي؟ الا حتى لو قلنا الجماهير، حتى لو قلنا حد محدد من النادي الاهلي ضايقك في حاجه، لكن لا يمكن يكون الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه ضايقك في حاجه، ولا الكابتن حسن حمدي ضايقك في حاجه، ولا الكابتن الخطيب ضايقك في حاجه، ولا رموز كثيره جدا مما يسبون على من خلال هؤلاء النجوم. وقبلنا التبرير، مش قبلنا، شفنا التبرير المتتالي لماذا هذا التجاوز، وان اللي تجاوز هو الضحيه. لا نخش بقى بعد كده في 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 يعني لما بنيجي نقول يا استاذ ابراهيم السوشيال ميديا والعالم الافتراضي والناس اللي على الكيبورد وعمالين نتكلم على كده الجماهير، لكن الإشكالية أن يقحم المثقفون أنفسهم في هذه الديلمة، ونفاجأ أن التجاوز اتنقل مرحلة تانية، مرحلة فيها منهج بقى. ده المثقفين اللي الناس هم أهل التنوير، اللي بيقولوا الكلمة عشان الناس تمشي وراهم، اللي بيقولوا المعلومة ويقدروا يبرروها ويؤثروا بيها. انتظرنا ان حد يستنكر، وجدنا التأييد المطلق من المسؤولين. يعني طب هتروح لمين؟ بيان يطلع يقول لك هدافع عن الاعلام، اللي هو ما مش هدافع عن الاعلام اللي بيدافع عن الزمالك، هدافع عن الاعلام اللي بيتعرض لاستنكار الاهلي اللي بيهاجمه، اعلام بيهاجم الاهلي، مثقفين بيهاجموا الاهلي، يجي الاهلي يستنكر هذا ويدور على ياخد حقه ازاي بشياكه بدون تجاوز بدون رد، يطلع بيان يقول لك لا بقى ده احنا اللي هنقف. ودي اول مره اشوفها. صحيح، اول مره اشوف كيان بيحمي الاعلام. يعني الكيانات التي تحمي الاعلام هي اللي ليها علاقه الرئاسات المباشره طبعا،
وللأسف موجودة برضو وشفناها وهي بتحمي. يعني كنت أتصور أن يحصل تحقيق ويطلع بعديه بيان، لكن ما علينا. إنما نادي المنافس بتاعه بتشتم، فالمنافس يجي يقول حرف عضية، أقول له طب وريني بقى زمين اللي هيجي ناحيته. إيه ده؟ إيه ده يا أستاذ إبراهيم؟ دخلنا في كلمة لماذا؟ ده لماذا أنت مجهز لنا لماذا؟ لكن وكيف؟ كيف؟ إشمعنى كيف؟ كيف؟ لأن أنا عمال أقول هو أنا هخش في الموضوع ده من غير ما أشخصنه إزاي؟ هو أنا غضبي ده وحيرتي دي وقلقي ده إزاي يعني هتعامل في هذا الأمر؟ مش عايز أشخصنه. وجدت إن المنهج الوحيد الصح إننا نرجع لهوية هذا البرنامج. خلافنا يا أستاذ إبراهيم سيبني معلش أكمل. لقيت إن ينبغي أن يكون تناولنا خلافنا مع المكتوب مش مع الكاتب، فنخرج من حتة الشخصنة إلى الموضوعية التي ندعو الجميع أنهم يفكروا معنا. عشان كده يمكن كانت كل هذه التفاصيل هي في صميم ملك وكتابة وصميم رسالته ودوره ومنهجه وتاريخه وتراثه في الأكثر من 700 حلقة هي عمر البرنامج. كنا معنيين بترسيخ هذه المفاهيم، لكن كما لو كانت أحداث هذه الأيام حملت اختبارا جادا لكيفية التعامل مع قضايا مهنية بالأساس، لكنها تمس تاريخ النادي الأهلي، قيم النادي الأهلي، حقوق النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي. عشان كده كانت هذه الحلقة المهمة لها عنوان واحد: حرية التطاول على الأهلي. حرية التطاول على الأهلي، مهما قيل عن حرية التعبير، مهما قيل عن حرية الاختلاف، مهما قيل عن حرية معرفش إيه، بدا الأمر وكأنه ولا هو هكذا فعلا يحمل الكثير من حرية التطاول على الأهلي. هنرجع لها بكل التفاصيل، وأرجو إن كلامنا يزعج أي حد شاف الخطأ وكان المفروض يصوبه، لأنه الحقيقة حجم الخروقات وحجم التحميل والتحامل على الأهلي وجمهوره مسألة بقت فعلا مستغربة جدا. هنناقشها بوضوح، وهنناقشها من منطلق ثوابت مهنية وقيم أهلوية ورياضية، لأنها بدأت يا وخليكم أنتوا الشاهدين، خليكم أنتوا كمتلقي على مختلف الميول، بدأت تخرج يا أستاذ إبراهيم أنتوا الشاهدين في هذا المحدد من إطار الظرف وربما الصدفة إلى إطار المنهج. قبل ما ندخل عموما في ثنايا كل هذه التفاصيل المهمة والمصورة، خلينا أقول لكم مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير حسنا فعل بتكريم الرموز. قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكريم المهندس عدلي القيعي والكابتن محرم الراغب، اتنين أصحاب مشوار طويل جدا في العطاء والإخلاص والانتماء للنادي الأهلي عبر كل الفترات، سواء من شغل منهم عضوية مجلس الإدارة، والاثنين كان ليهم باع طويل في مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم أيضا في إدارة النادي من خلال مقعد مدير النادي الأهلي، مشوار حافل بالعطاء في مختلف مقاعد العمل الإداري والرياضي والإعلامي، وبالنسبة للكابتن محرم الراغب الرياضي في حمام السباحة والإشراف على جهاز أو أجهزة ألعاب الماء لسنوات طويلة. مشوار حافل ومسيرة مشتركة ربما يمسك لساني فيها وجود المهندس عدلي إلى جانبي، وهو دائما يستحق منا الكثير والكثير، لكن أعتقد مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب حسنا فعل بتكريم رمزين كبيرين. هيكون التكريم ضمن احتفالية النادي الأهلي بالنجمة العاشرة. الأهلي ينوي تنظيم احتفالية كبيرة الحياة، لأن لو فاكرين الكابتن محمود الخطيب لما قال للعيبة مع ختام مباريات الدوري إحنا ما عرفناش نحتفل بيكو كويس، ضغط الجدول وتوالي المباريات خلتنا ما نقدرش. لن نقول لكم برافو ان انتوا خدتوا بطوله افريقيا التاسعه ونشكركم ونحتفل بيكم، جبتوا لنا كمان العشره خلال بضعه شهور ما عرفناش نحتفل بيكم، رحتوا كاس العالم للانديه طلعتوا الثالث العالم ما عرفناش نحتفل بيكم، خدتوا الدوري على التوالي في المواسم الاخيره 5 مرات ايضا كان النادي ما بيقدرش يحتفل نظرا لهذا الجدول المضغوط، والسوبر فحسن والسوبر الافريقي والسوبر المحلي، فحسنا فعل مجلس الاداره
بعزمه تنظيم احتفالية كبيرة لتكريم أبطال أفريقيا وأصحاب التاسعة والعشرة والسوبر، وأيضا تكريم الرمزين الكبيرين المهندس عادل القيعي والكابتن محرم الراغب. ومبروك ثقة المجلس وإن كنتما تستحقان الكثير. يعني بسرعة كده عشان ما تضيعش وقت الناس في حاجة يعني تبدو شخصية شوية. لا ما هيش شخصية. ألزمتني إن أنا أرد هذا التقدير اللي أنا فوجئت بيه وأنا قاعد في بيتي بتفرج على قناة الأهلي امبارح، لقيت البار اللي فيه الأخبار تحت هذا القرار. يعني بداية لابد أن أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على يعني رأيهم بأنني أستحق التكريم رفقة زميل عمري وصديقي الكابتن محرم الراغب، زي ما أنت قلت إداري تاريخي لألعاب الماء وصاحب أطول مدد متتالية في عضوية مجلس الإدارة والرياضي المثالي، يستحق هذا التكريم. صحيح تماما. يعني فأنا أشكر المجلس لحد بإذن الله ما أستطيع إذا امتد العمر إن أنا أشكرهم بنفسي. إن شاء الله تستحقان كل التكريم والاحتفاء. الحقيقة مشوار كبير، وده خلينا أقول لكم فاكرين مجلس إدارة النادي الأهلي ده وهو بيستهل عمله؟ كانت أول حاجة حرص عليها الكابتن محمود الخطيب تكريم رموز النادي الرياضية من مختلف الألعاب، وشفنا عدد من كبار أبناء الأهلي في مختلف الألعاب وهم بيكرموا، والناس كتيرة كانت نسيت كل هذه الرموز الرياضية الكبيرة إلى أن قام مجلس الإدارة في افتتاح أو في بداية عمله بتكريم هذه النخبة الرياضية الكبيرة. على ذكر برضو مقعد المدير التنفيذي للنادي، في نفس الجلسة بالأمس مجلس إدارة النادي قرر التصديق على ما انتهت إليه اللجنة التي شكلت لاختيار المدير التنفيذي للنادي وفقا للإجراءات التي تمت، وأصدر المجلس قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي. دكتور سعد طوال الفترة الأخيرة كان قائم بالأعمال إلى أن تم الانتهاء من كل الإجراءات، فتقرر تعيين الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي. وبالنسبة لبعض الشخصيات التي تقدمت لشغل هذا المنصب واللجنة شافت فيهم كفاءات كبيرة جدا وعدت بتحويل أوراقهم للاستفادة منهم في فرع الأهلي الجديد في التجمع الخامس اللي بدأ الأهلي من خلال اجتماع المجلس الأخير الترتيب لشراء كل ما يخص فرش الحدائق في النادي وكل ما يلزم سرعة إنجاز العمل في مقر الأهلي الجديد في التجمع الخامس ليواصل الأهلي مسيرة العطاء والنماء والبناء. ده النادي الأهلي ودي رسالته. كمان قرر المجلس بالإضافة إلى هذه التكريمات كرم فريق كرة اليد العائد من المغرب ببطولة أفريقيا. حرص المجلس يمكن بعد الجلسة مباشرة على تكريمهم وعلى تهنئتهم ببطولة أفريقيا وعلى الشد من أزرهم قبل مباراة السوبر الأفريقي مع الزمالك يوم الجمعة إن شاء الله. يستحقون هذا التكريم، يستحقون اهتمام المجلس والكلمة التي ألقاها بحقهم الكابتن الخطيب. ولكن أهم ما قيل في هذا الأمر اللي جاي، اللي جاي يا رجالة. احنا بنكرم اللي فات بس عندكم تحديات هامة جدا، ما تنسوش ان اللي جاي لابد ان يعني نكرر هذا الإنجاز ونكرر هذه التكريمات بإذن الله، وأنت تأخذ بالأسباب والناس هتعمل اللي عليها ويبقى يعني تحقيق البطولات بإذن الله توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. يستحقون هذا التكريم. طيب هنيجي لكن بالتأكيد. يعني فضل. شيء بشيء يذكر. فضل. يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي أتصور أنها كانت يعني من مصوغات الاختيار أنا وكابتن محرم، إحنا الاثنين برضو شغلنا المدير مش اعضاء مجلس اداره سابقين، مدير النادي ومديري العاب سابقين. لكن يمكن مدير النادي ساهمنا في اداره افهم من كده الدور في التكريم على الدكتور سعد. الدكتور سعد اول الدكتور سعد طبعا كرم في موقعه طبعا ويستحق التكريم كل يوم. صحيح صحيح. عايز اقول لك انا شخصيا استمتعت بحواره مع الاستاذ احمد موسى. بص كل من يسهم باخلاص صحيح لصالح النادي الاهلي يستحق التكريم، مش لانه بيمن على النادي الاهلي، بالعكس، لان دي بيبقى الوقود الذي يعني تغذي به هذا الشغف وهذه
وهذا الإخلاص عند أي واحد بيحب النادي الأهلي، إنك وهو عايش كده تقول له يعني ويل دان مثلا أو أي حاجة يعني برافو، يعني كويس شايفينك، بيبقى يعني حصيلة مشوار ما راحش بينك وبين نفسك تقول لك والله لا ده أنا مشواري الحمد لله إنه كان متشاف. ده كلام مهم جدا، لكن عود على بدء حرية التطاول على الأهلي. ملك كتابة معني بحرية التعبير، بحماية حرية التعبير، وكان حتى من هذا المنطلق الجملة المحورية اللي دايما حريصين عليها للمهندس عدلي لفت النظر ليها، انه كبرنامج خلافنا دائما وابدا مع المكتوب، مع ما قيل، مش مع من قال ولا مع الكاتب. عشان كده على ذكر برضو الكابتن محمود الخطيب وهذه الجلسة، فجأة كابتن الخطيب كان في امبارح الصبح في مقر النادي في الشيخ زايد بيتفقد الاعمال الانشائيه اللي بيستعد المجلس لافتتاحها. كان برفقه المهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي لمجلس الاداره والدكتور سعد شلبي للاطمئنان على مجريات العمل في دي. يمكن زياره سابقه قديمه للكابتن الخطيب لفرع التجمع، لكن اللي انا بقصده يعني انت لفت نظر عليا وتقول مجريات مجريات. طب ماشي. كابتن خطيب وهو موجود في التجمع الخامس، فجأة المصري اليوم، وده برضو بداية كلامنا على التناول الإعلامي، يطلع موقع المصري اليوم نجاة الكابتن محمود الخطيب من حادث سير. ليه؟ قال لك جاي من العين السخنة. فجأة الناس انزعجت كتير جدا. أنا بتصل، عرفت ان الكابتن موجود في التجمع في الشيخ زايد وهينتقل الى مقر النادي في الجزيره عشان يرأس الاجتماع مجلس الاداره اللي قلت لحضراتكم القرارات اللي صدرت عنه. ليه خبر بهذا الشكل؟ وهل من السهل على موقع كبير وعلى جورنان كبير نشر خبر يمس حياه انسان او ازعاج الملايين من الجماهير؟ ما اعتقدش حد لا المصري اليوم ولا المصري بكره يقدر يختلف على شعبيه الكابتن محمود الخطيب او على حب الملايين ليه. هل الى هذا الحد يمكن استسهال النشر بهذه الطريقه؟ ما فهمتش ده. بس لما الاقي نفس الموقع لنفس الجورنان معني باستفتاء الجماهير على شعار الازمه، شعار الازمه اليومين دول الاهلي فوق الجميع، هذا الشعار اللي هنتعرض له لأنه كان محور هذه الأحداث في الأيام الأخيرة، فجأة المصري اليوم يطرحه للتداول وللاستفتاء بين الناس. أزمة إيه يا أستاذ إبراهيم؟ للاستفتاء بين الناس. فجأة يطلع باشمهندس المصري اليوم أنت مع ولا ضد شعار الأهلي فوق الجميع؟ شيء ما يخصكش. أنا يعني يخصك إيه؟ مين يخصه إيه؟ غير النادي الأهلي، غير الأهلي، لدرجة أنه حتى لما تقرأ الناس اللي علقت، الناس نفسها الجمهور نفسه على درجة من الوعي انه يقول له انت مالك، هذا شعار انتخابي يخص النادي الاهلي، لو انا رافضه يخص النادي الاهلي فيه؟ ده مش داخل بيه الانتخابات ولا مش مطروح على جدول اعمال الجمعية العمومية عشان اقبله او ارفضه. فكانت التعليقات الحقيقة كتيرة جدا من كل الناس اللي بتتكلم على ده مش شعار علشان نقبله او نرفضه. يعني حتى ده سامح ابو السعود قال لك ده مش شعار عشان نقبله او نرفضه او تستفتي الناس عليه، ده اسلوب اداره ومنهجيه تفكير وتطبيقات عمليه اتفق عليها الجمهور والاعضاء والاداره. يخصكم في ايه؟ مش انا افهم والله. التعليقات كلها على فكره كانت في هذا السياق. المهندس عدلي القيعي كان واحد من اطراف الفتره التي صاغت هذا الشعار. الأهلي انتخابات اتعملت في فبراير 92، الجمعية العمومية سحبت الثقة من مجلس إدارة الكابتن عبد الصالح الوحش عليه رحمة الله، وكلفت الكابتن صالح سليم ومجموعة من أعضاء النادي بمجلس انتقالي قعد في إدارة النادي من فبراير 92 لنوفمبر 92. جت انتخابات نوفمبر 92 دي بداية دورة جديدة. فجأة كان مطلوب منكم إيه وتم التوصل إلى إيه؟ اللي حصل كان في مجلس انتقالي، الكابتن صالح في 91
قال يا جماعه لما قلنا له لازم تنزل ومش تنزل قال طيب انا مش عايز اي حد من اللي استقالوا في مجلس الكابتن الوحش ايوه ينزل هذه الانتخابات ايوه وهم عددهم 8 ايوه معنى كده لازم يجيب له 7 وجوه اشترط انها تكون جديده او 8 وجوه. بصوا يا جماعه طيب هنقول الصوره دي لان هي ديت بدايه ظهور شعار الاهلي فوق الجميع خلف قيادات النادي الاهلي او مرشحيه انا اذن. ده ايه؟ اللقطه دي ابراهيم كابتن صالح سليم والمهندس ابراهيم المعلم ودي منصه بتاعت الندوه بتاعت كابتن صالح في الانتخابات. في الانتخابات دي انتخابات نوفمبر 92 اول ظهور لشعار الاهلي فوق الجميع شعار انتخابي اهو وكان على كل المطبوعات أيوة. بتاعتنا ايوه ايه القصه بقى؟ القصه ان انا بقول لك فاحنا دخل بقى مجموعه جديده ما كانتش دخلت قبل كده المهندس ابراهيم المعلم دكتور حسام بدراوي اللي هو سفير نور الله يرحمه اللي هو فاروق رجب مجدي عبد المنعم رحمه الله عليه وانا ومبروك بس اللي هو مبروك اللي كنا من الناس اللي الناس تعرفها قبل كده ودخلت قبل كده مجالس اداره النادي الاهلي لكنها كانت بره المجلس السابق يعني ما كانتش موجوده فيه ولا اللي قبليه حتى ف مجموعه جديده اتقدمت فبقينا بدل كان المجلس رئيس و10 رئيس و10 لما رجعوا الثمانية على العشرة اللي موجودين بالفعل بقينا 17 18 ما هو كان في واحد بره الليسته فبقينا 17 17 واحد فالكابتن صالح قال يا جماعه انتوا كده هتنافسوا بعض ايوه يعني هتعملوا ايه؟ لو نزلتوا الانتخابات بالطريقه دي هتعملوا ممكن تاثروا على فرصكم كلكم مع بعض اها فما ما يجيش الناس اللي احنا يعني عايزين قايمه منسجمه كانت بدايه الفكر بالقوائم يعني ومش هنقدر نطلع ناس بره القايمه رغم عن انفسهم هنعمل ايه فقعدنا قال لنا شوف اتفقوا مع بعض عايزين تستشيروا بعض حكماء النادي فكان من ضمن الاقتراحات نكتب 17 تنازل وبعدين يقعد الحكماء يختاروا 10 يقطعوهم ويقدموا السبعة ويقدموا السبعة تانية الاعتذارات لو تمانية السبعة تانية معظمنا وافق لكن في واحد او اتنين قالوا يعني ما ناخد فرصتنا لكن احنا كلنا ايد واحدة فالكابتن صالح قال طالما ان ما فيش اجماع ما نقدرش نجبر حد على حاجة بس خلي بالكو لازم تتفقوا ان المهم في الموضوع ده مين النادي الاهلي ايوه فانطلق بيننا هذا الشعار هننزل كلنا بنساعد بعض ودي كانت غريبه كلنا هنتكلم ان يا جماعه احنا 17 اختاروا مننا 10 وانتوا احرار ما تخرجوش بره 17 دول واختاروا 10 واحنا كلنا السبعه اللي مش هيوفقوا هيبقوا برضو سعداء لان القايمه جت من المجموعه دي ايوه يمكن انا كان ليا نصيب حتى في مفارقه لطيفه يعني او غريبه شويه كنت في قطاع البترول والله يرحمه الاستاذ هاشم مناع اول مره كنت التقيه الله يرحمه فانا بقدم الناس انا اللي كنت يعني زي الايه المتحدث بتاعه مش يعني الاعلامي المسؤول الاعلامي عنه لسان فكنت بلم من يعني كل واحد ميزاته واسهاماته وازاي ازكيه قعدت اقدم 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 قدمت 16 واحد وانت لا فجالي بعديها قال لي هو انت ما نزلتش ليه؟ قلت له ما انا موجود قال لي ما انت ما قلتش قلت له هقول لكم وانا هقول فده من درجه انك انت قناعتك بالمنهج صحيح المنهج ايه؟ انه الاهلي فوق اللي يهمنا الاهلي دلوقتي بس مش دماغنا مش مصالحنا ال 17 هتختار منهم 10 فيبقى الاهلي فوق الجميع وده اللي يعني ده تقريبا اللي حصل يعني وده كان تعزيز هذا الشعار وعلى فكره سريعا قبل ما نطلع لفاصل احنا كم مره هنا انا ناقشت ده وشرحت وقلت الاهلي فوق الجميع ابنائه واعضائه وعلى فكره المنتمين اليه ولكن اذا خرج بره النادي الاهلي بقت مصر فوق الجميع
على ذات الانتخابات اللي انتوا شفتوا صورتها الكابتن صالح والمهندس ابراهيم المعلم وخلفهم نفس الشعار اللي ظهر لاول مره اهو، وهتلاقوا في صوره ثانيه في ندوه اخرى هتلاقوا حتى لبس الكابتن صالح مختلف، نفس الشعار على من نفس الندوات لنفس المجموعه. كتب الاستاذ حسن السكاوي بمناسبه الحديث عن هذا الشعار، قال على تويتر، قال يا حسن السكاوي شرحت هذا الموضوع وقد عشته كاملا، ففي انتخابات الاهلي عام 92 رفع الكابتن صالح سليم شعار الاهلي فوق الجميع، وكان يعني ان الكيان فوق جميع الاعضاء المرشحين لخوض انتخابات المجلس، والكابتن صالح ده الكلام حسن السكاوي، والكابتن صالح قال لي شخصيا هذا المعنى، ولم يكن المقصود اطلاقا ما استخدم فيه هذا الشعار. ورجع حسن السكاوي على الفيسبوك يقول لهم في انتخابات الاهلي 92 رفع الكابتن صالح سليم شعار الاهلي فوق الجميع، وكان يعني حرفيا ان الكيان فوق جميع الاعضاء المرشحين معه لخوض انتخابات مجلس الاداره. والكابتن صالح قال لي شخصيا هذا المعنى، وايامها بالمناسبه اجريت مناظره بين صالح سليم وعبد صالح الوحش في الاهرام. ده الاستاذ حسن المسكاوي. الدليل ان الشعار ده كنا بنطبقه على نفسنا ان لما كابتن صالح نزل اول انتخابات ضد الفريق مرتجي لم يوفق. عمل ايه؟ انسحب في هدوء 4 سنين. لم يناوئ، لا بالعكس، مره الجمهور داخل كان عايز يعمل حاجه كده عشان كابتن صالح يعني في كوره ومش في كوره عايزين يضغطوا يعني كابتن صالح ما يسيبش الاشراف على الكوره، فقال لهم انتوا مالكم؟ دي حاجه داخليه بيننا وبين بعض، انتوا مكانكم المدرجات، ولو بتحبوا الاهلي حبوه رجعوا لمدرجاتكم، اما ده لا يمكن هيكون سبب نضر بيه النادي الاهلي. انصرفوا في ثانيه، في ثانيه. لما حصل العكس اللي بعديها، كابتن صالح نجح والفريق مرتجي لم يوفق، فريق مرتجي كان بيجي تقريبا كل يوم يقعد في الجنينه، ما حصلش منه مره واحده ان انتقد اداء المجلس هو والمجموعه اللي قاعد معاه ولا مره. هو ده كل الناس كانت بتطبق هذا الشعار فعلا، وده اللي حصل بين كمال بيحافظ وكابتن عبد الصالح رحمه الله الجميع، نفس الشيء. صحيح، الكابتن الوحش نجح ولم يدرك التوفيق كمال حافظ، نفس الشيء. كل الناس كانت بتطبق من غير دعوه. صحيح، هذا الشعار. صحيح، الاهلي فوق جميع ابنائه. وعشان كده هذا الشعار بهذا المعنى وهذا المفهوم كان مثار اعجاب واشاده وزير زملكاوي. هو مين؟ بعد الفاصل. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي بمسؤوليه واعضائه وجماهيره حاطين الاهلي فوق الجميع، فوق جميع مصالحهم، فوق كل اعتباراتهم، فوق كل الامور الشخصيه اللي تخصهم، مصلحه الاهلي فوق اي مصلحه بالنسبه لهم هم. وعلى فكره هذا الشعار المهم جدا اللي شكل منهجيه مهمه جدا وحاكمه للنادي الاهلي، على الاقل يمكن المعنى كان موجود منذ التاسيس، وفي وقائع كثيره تؤكد هذا المعنى منذ التأسيس، لكن على الأقل تم تعزيزه وترسيخه وصياغته في انتخابات نوفمبر 92. ده الأمر اللي خلى السيد أنس الفقي وهو وزير للشباب والرياضة لفترة ووزير للإعلام لفترة مهمة قبل ثورة يناير. كتب الوزير أنس الفقي وهو زملكاوي، لأنه حتى بدأ التويتة بتاعته كده، على الرغم من أني زملكاوي إلا أني أحترم مؤسسة النادي الأهلي والتقاليد والأعراف التي تتبعها قيادات النادي المتعاقبة، ومعظمهم إما أصدقاء أو رفاق عمل في مجالات مختلفة، ولذا فأنا أعلم سر الشعار الذي رفعه الراحل صالح سليم حين جعل المبدأ الحاكم لكل قيادات النادي أن الأهلي فوق الجميع، والذي قصد به أن تظل مصلحة النادي ومكانته هي العنصر الحاكم لتجاوز أي اختلافات في وجهات النظر أو التوجهات، خاصة في فترات المنافسة الانتخابية. رفع صالح سليم هذا الشعار ورحل، وبقي الأهلي كما أراده صالح سليم فوق الجميع. لذا ده الأستاذ أنس الفقي، لذا فقد لازم التنويه، وبيختم شهادة من زملكاوي منصف. طيب إحنا ليه بنتصدى وكأننا ندافع عن فكرة هذا الشعار؟ نحن لا ندافع عن فكرة هذا الشعار يا أستاذ إبراهيم،
ولكن نمنع هذه الهجمة الشرسة على ثوابت النادي الأهلي، لأن يعني معالي الوزير السابق أنس الفقي، إذا كان زملكاوي منصف هناك آخرون غير منصفين. عملية الضرب في ثوابتك يا أستاذ إبراهيم هي المشكلة والمنهج. إحنا هنا لما كنا منزعجين من 2014 تحديدا، الموضوع ابتدى قبل كده بس ما كانش بشكل خطورة لأنه ما كانش وصل الأمر إلى داخل النادي الأهلي، ولكن عندما يدخل إلى جوه النادي الأهلي وحجراته المغلقة وبين أعضائه وبين دولاب العمل فيه أولئك الذين يريدون أن يسيئوا إلى الأهلي وثوابته لانتمائهم الواضح مش بس للزمالك، إلى كراهية الأهلي، ها؟ منتمين إلى كراهية الأهلي. أيوه، فده كان خطر جدا. ده التصنيف مهم. طبعًا. لأن هم يكرهوا الأهلي أكتر ما بيحبوا أي نادي آخر. طبعًا. أنا ما بعممش. لكن بعضهم. أيوه. بعضهم، وكان في مجاهرة يعني يعملوها على سبيل الدعاء، وأنا قلت لك قبل كده وحددت الأسماء وأكررها. ها؟ الأستاذ عمرو خفاجي لما قابلنا واحنا في احنا مسافرين ابو ظبي وقال يا نوقف الزمالك يا نوقع الاهلي منهجيه، يعني ساعتها يمكن الواحد ما خدهاش، ولو ان انا ما بحبش افوت حاجه، يعني فضلت الكلمه ترن في دماغي ولحد ما شفت ثوابتها و يعني خطوات التنفيذ ماشيه ازاي. خطوات التنفيذ النهارده انت كنت بتتكلم وتشوشر وبتعمل على الاول الاهلي، التحكيم، نادي الدوله، مش عارف الفلوس، الاهرام، الفلوس والاهرام، بعدين رحت ناقل على المبادئ والقيم. يعني ايه مبادئ وقيم نادي؟ يعني ايه مبادئ وقيم نادي؟ مع ايه مبادئ وقيم نادي؟ لحد ما دخلت وتغلغلت وطلعت بقى توزع الادوار النهارده عشان تضرب في الثوابت بتاعتنا احنا اللي ما تخصكش في حاجه. الاهلي فوق الجميع، اوعى تفتكر اللي بيهاجم النادي الاهلي من المثقفين، انا ماليش دعوه من الراجل يعني الجمهور العادي، الجمهور العادي لانه بيبقى بعيد عن الصوره. يعني بيقتنع باللي بيتقال له بعضهم، ولكن ما تجيش تقول لي فلان الفلاني اشرح له لانه مش عارف، لا ده عارف قوي قوي، وخصوصا اولئك المثقفون، خصوصا لانه عارفين ودارسين وفاهمين بيعملوا ايه، لكن يخبطها لك بطريقه ما تعرفش تمسكها عليه، لكن هو بيرميها عشان تبقى تحدث هذا الجدل، لان هي دي الهجمه اللي جايه. هو اوعى تفتكر هتقول ايه علاقه ده بفوز الزمالك بالدوري؟ يا جماعه والله فوز الزمالك بالدوري او الاهلي بالدوري ان كانوا يضايقهم، لان ده مش خلاص، دول مش هيعرفوا يعني محتاج عقود يعني عشان تقدر انك تعوض هذا الفارق الضخم. لكن اللي مضايقهم جدا جدا، لان ده سر زهو الاهلاويه وبعض الناس اللي هم المحايدين اللي بيشوفوا المشهد من بره، الاهلي له ثوابت تحكمه وله مبادئ تحكمه، نخبط له فيها، نخبط له فيها. احنا النهارده مش بندافع، لان احنا مش في موقف حد يقدر يهاجم حاجه عندنا وندافع عليها، لكن احنا هنا بنوضح وبنقول لهم تكر، الناس دي فاهمه بتعمل ايه. تكر لي بقى لما تلصق بجماهير الاهلي ابشع اتهام. الالمان، لو قلت لاي واحد الماني دلوقتي انت نازي او اتهمته بالنازيه، يا دي المصيبه، سبل كان هيمشي لما حد قال قدامه عن نازيه. الى هذه الدرجه هم بيكرهوا فكره النازيه. لما يطلع حد، وانا هنا بقصد الاستاذ ابراهيم عيسى، يصف جمهور الاهلي في استخدامه لهذا الشعار اللي هو الاهلي فوق الجميع، اللي غلبنا من كثره الشرح والتوضيح والاستعانه بكل الناس والصور التاريخيه، وانا ظني ويقيني انه ابراهيم عيسى فاهم انه ده شعار انتخابي، وفاهم جدا انه ده بيستعمل في الانتخابات، وفاهم جدا ان الاهلي فوق جميع ابنائه ومصلحته واعتباره فوق مصالح ابنائه وكل ابنائه. لكن لما يستخدم ده في هذا التوقيت وينعته بالنازيه ويربط بينه وبين النازيه، ملياش دعوه برضه بفكره
المغالطة التاريخية انه اصلا المانيا فوق الجميع، شعار رفع في المانيا قبل ميلاد هتلر نفسه ب 200 سنة ولا جد هتلر نفسه. فمش ده الموضوع، مش في حاجة اسمها نازية، مش ده الموضوع. الموضوع زي ما رد الاعلام الكبير الاستاذ سيد علي في قناه الحدث على هذا الاتهام الخطير من ابراهيم عيسى. لم اكن اتوقع ان يصدر من ابراهيم عيسى. بدا يتكلم، كان معاه الحقيقه رئيس نادي الزمالك، وقال التصريحات الحقيقه يعني لم يمس الاهلي فقط، ولكن مس كل شيء في الاهلي، حتى بما فيها جماهير الاهلي، وان جماهير الاهلي مش واعيه، وان الاهلي بيستخدم عباره نازيه، الاهلي فوق الجميع. هذا الكلام اللي اتقال هو كلام فتنة، خاصة عندما تتكلم عن جماهير بالملايين، جماهير الأهلي. دي واحد. نمرة اتنين، ان الحقيقة الزميل ابراهيم عيسى قال كلام خطأ. الأهلي فوق الجميع، لا هو عارف هي اتقالت امتى، اتقالت ايام الانتخابات صالح سليم، وكان في ناس مسمين نفسهم الصلخوية وطلعوا قالوا، فصالح سليم قال لهم محدش يستخدم شعارات غير الأهلي، الأهلي فوق صالح سليم وفوق كل الناس، الاهل فوق الجميع. دي واحد. اتنين، اولا الاهل فوق، يعني مسألة فوق الجميع دي يعني اللي هو ايه، النازي والمانيا فوق الجميع. الحقيقة دي اصلا اغنية كتبها الموسيقار جوزيف هايدن سنة 1796، وعزفت اول مرة بمناسبة عيد ميلاد الامبراطور الروماني فرانسيس الثاني سنة 1797، يعني قبل ما يتولد جد 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 هتلر. الحقيقة ابراهيم عيسى اخطأ انه لا يتكلم عن جمهور ثم يتكلم الاهلي نازي. يا استاذ ابراهيم انت لا تستطيع انت تقول ده في اي حتة تانية، لان انت عارف اسرائيل لو انت عارف قلت عليها ممكن تعمل في حضرتك ايه. طيب احنا ليه يعني من هذا السرد الموضوعي والتاريخي، ها هو شاور على خطورة الاستخدامات اللي من النوع ده علشان تعدي كده في النص ويتبني عليها، لانه زي ما قلنا لكم اللي قال هذا الكلام فاهم كويس هو بيعمل ايه، هي مش غلطه. ولكن استاذ ابراهيم دعني اذكرك بشيء، لان في ناس هيقول لك هو ما قالهاش بشكل مباشر، ها لكن هو قال ده شعار نازي ومش عارف ايه، كلام جميل قوي قوي. لو انت قلتها كلمه النازي قدام اي واحد ألماني أو حتى في أوروبا، الدنيا تقوم ما تقعدش، لأن ده مرتبط في إسقاط على حرب وجرائم حرب وأبشع ما شاهدت البشرية، في إسقاط. يعني أنا مرة هحكي لك، وأنت عارفها الحكاية دي، مستر سوبل كان موجود، وكان وقتها انتخابات استفتى معمول عشان انتخاب رئيس الجمهورية. طبعا كان ماشي باسلوب ان رئيس حسني مبارك استفتى عليه. فهو انا كنت في المعسكر، كانوا في فندق من الفنادق اللي هم بينزلوا فيها في المعسكر، فانا كنت عند ثابت البطل، ودخل هو وبص من البلكونه لقى شويه يفط وبتاع، قالها بطريقه ما عجبتنيش. تهكم على الانتخابات. قال ايه بقى؟ هو فين ايه الدعايه؟ فين الانتخابات؟ فلان ضد فلان اللي هو نفس الشخص يعني. ايه لازمته؟ فقلت له والله انا بقى يعني انا عارف ان انا هوجعه بقى. ها؟ لانك انت ما تجيش تعمل علينا الشويه بتوعك انت كمان. فقلت له بص يا مستر سوبل، الحقيقه هو اسلوب من اساليب الدعايه والاعلان اللي العالم كله ادرك اهميته هذا الاسلوب، لانه بيغير مفاهيمه وبيغير صور حقيقيه، واستاذنا في هذا المنهج جوبلز. أوبا. انا قلت جوبلز جرحته، كان عايز ياخدني وينط بيا من الشباك. ايه دونت منشن جوبلز واي يو سيد ذس. قلت له لا انا قلت ايه، بقول احنا بنتعلم من اساتذتنا الالمان هذا الاسلوب في الدعايه والاعلان. اتضايق جدا. ليه؟ لأن الكلمة دي فيها إسقاط. طبعا هي ما اتقالتش بشكل مباشر. طبعا ولا أنت تهاجمه بشكل مباشر، لكن بمجرد ما بتفكره هو فيها إسقاط. طيب الأستاذ إبراهيم اللي هيجي يقول لك دي حرية رأي، وهو ما وجهش هذا الكلام،
ايضا كلمه حريه راي حق يراد به باطل، لان الراي الغير مغلف بضوابط والغير مغلف بمسؤوليه والغير مغلف بسقف هو نوع من الفوضى. هنيجي الحدود حريه التعبير والتطاول، لكن هو ابراهيم عيسى قال لي كده يعني الاستاذ سيد علي حاول يصحح الخطا التاريخي وينزعج من هذا الربط انت داخل في لماذا بقى؟ المسيء، لكن ليه؟ الاستاذ حامد عز الدين على الهاتف مع الاستاذ سيد علي حاول يجاوب على كده. الاستاذ ابراهيم عيسى الحقيقه انه من هؤلاء الذين يعشقون اثاره الجدل، ويبدو ان الضجيج حوله قد خفت كثيرا كثيرا، فبحث عن اسهل طريقه لتحقيق الجدل، وهو ان تضع اسم النادي الاهلي في جمله مفيده، فاذا به يرتكب نوعا من الخطايا الصعبه التي تحتاج الى اعتذار شديد فورا. ان تصف النادي الاهلي بالناديه، فهذه الحقيقه صفه لا يمكن ابدا ان تكون ناتجه عن استخدام شعار أهلاوي اسمه الأهلي فوق الجميع. والحقيقة أن تفاصيل هذا الشعار هي أن الأهلي فوق جميع أبنائه، فوق جميع مشجعيه، فوق جميع لاعبيه، فوق جميع أعضائه، لكن مصر فوق الجميع رغما عن أنف أي أحد. الأهلي عظيم يا أستاذ سيد لأنه من مصر، الأهلي تاريخ لأنه من مصر التي جاءت ثم جاء التاريخ. الأهلي لديه كبرياء من كبرياء مصر، وبناء عليه فإن البحث عن وسيلة أو أخرى فقط لمحاولة يعني الضرب في النادي الأهلي هي محكوم عليها مسبقا بالفشل. وأتمنى بالفعل، لأنه الموضوع خطير، هذا الوصف خطير. أنت لو قلت لألماني إنك نازي فهو يعني قد يكون رد فعله عليك أكثر عنفا مما تتخيل. نأتي للموضوع الآخر، هو لماذا هذه الفترة تحديدا يدخل الأستاذ إبراهيم عيسى في هذه المعركة، وهو الذي يوجد له عشرات من الفيديوهات على اليوتيوب يتحدث بحب وبعشق عن النادي الأهلي، إلى درجة أنه قال إن ابنه هو الوحيد من بين الأسرة الذي رضي الله عنه عندما جعله يشجع الأهلي ويبتعد عن تشجيع الزمالك. الأستاذ حامد عز الدين طبعا حاول يجد سبب، هو قال كده ليه؟ قال كده خفت الضجيج ومن حوله. ما هو انا رايي انه قد احسن الظن. لا مش بس يعمل، هو جزء مش يعمل، هو طبعا بيحب يعمل يعني لفت انتباه. لا، او هو كلامه كله من النوع اللي بيثير هذا النوع من الجدل، لكن هو فاهم بيعمل ايه. هو بيحذفها يا استاذ ابراهيم لانها فيها اسقاط، هي هتعيش. شوف اتخذت، ابتدى ناس كتير جدا بعضهم هيفضل يستخدمها لما ياخدها بره سياقها واعتمادا على الذاكره، ولذلك مش هنفوق والله باذن الله، لا احنا ولا غيرنا، كل من ينتمي لهذا النادي مش هيفوت هذا الاسلوب الخبيث في التعامل مع النادي الاهلي. انا اتحدث عن اسلوب، هذا الاسلوب اصبح منهجا، انك كل شويه تشوف حاجة من اللي بيعتز بيها النادي الأهلي وينفرد بيها ويتميز بيها وتلطش، وهتجد بعد كده ازاي هتتوظف بره وتجيلك من حتة تانية، لأنهم الانتشار يا جماعة احنا يعني اللي بيقول لك الإعلام والإعلام الأحمر شاوروا لي عليه بره هذه القناة. صحيح. برنامج أو اتنين بالكتير، وما هو حلقه او اتنين مش على طول، وما هواش واخد الخط الصارم في الدفاع عن النادي الاهلي، لكن كل برامج الاذاعه كلها بلا استثناء تقريبا
95% منها اكتر من كده او اكتر من كده. لا ده مش كده ولا بعدين. طيب هو هي الفكره انزعاج كل من لا يحب الاهلي، انزعاجه من شعار الاهلي فوق الجميع، مش بس عشان الاهلي بيتعالى او هكذا يفسر، لا ده اللي قاله الاستاذ انس الفقي او الوزير انس الفقي، لان ما تفوتوش الجمله اللي قالها انه هذا الشعار بهذا المفهوم بهذه الروح بهذا المنهج واصل للناس سر كلها. قوه النادي الاهلي وواصل للناس كلها. سر قوه النادي الاهلي في ايه؟ الناس عايزه النادي الاهلي لما يحصل خلاف ياكلوا في بعض، ايوه يفرجوا الناس عليهم، مجلس الاداره سين يختلف مع صاد يملوا الدنيا ويكسروا الدنيا ويتحل المجلس. فما بيحصل ويقول لك ايه ليه الاهلي ما بيتحلوش مجلس؟ الاهلي ما بيتحلوش مجلس عشان الاهلي فوق الجميع، وانس ما يحصل خلاف ستوب الاهلي فوق الجميع، مصلحتك مصلحتي، انت رئيس انا نائب، ده عضو ده مش عارف مدرب ده مدير ده ايه، اقول لك في النهايه في سقف هيحكمنا. عشان كده اقول لك حاجه قويه جدا بعد ما تقول دي فكرني اقولها. لا مجلس اداره بيتحل ولا خلافات ولا الناس بتتفرج على النادي الاهلي ولا النادي الاهلي بيفرج على الناس على نفسه. للجمله اللي قالها الوزير انس الفقي دي اللي وجع الناس، دي اللي بتحول دون انهم يتفرجوا على النادي الاهلي او خلافاته، لانه لما انس الفقي او الوزير انس الفقي يقول هذا الشعار الذي اصبح المبدا الحاكم لكل قيادات النادي ان الاهلي فوق الجميع، والذي قصد به ان تظل مصلحه النادي ومكانته هي العنصر الحاكم لتجاوز اي خلافات أو اختلافات في وجهات النظر. يعني مش هتلاقوا في ناس بتتخانق جوه النادي الأهلي. أنا عايز ما دام هذا المنهج موجود. فهي دي المشكلة صدقوني. عايز أدي لك حاجة ما حدش خد باله منها بتدعم هذا الفكر تماما، كيف النادي الأهلي مهما كانت التضحية فوق الجميع. 2014 وفي ظل سعي الوزير آنذاك طاهر أبو زيد لحل مجلس الإدارة قبل الحل خدني بس واحد قبل الحل ابتدى اقول لهم ايه النظام الاساسي، وانتم مش عايزين تعملوا النظام الاساسي، فالكابتن حسن فطونا الى هذا، وانتم فين بند الثمان سنين، وانتم فين مش عارف ايه، عايز يغير عشان المجلس يمشي معظمه يمشي او جزء كبير منه. فالكابتن حسن عمل جواب وقال له أنا بستأذن في عقد جمعية عمومية لاعتماد النظام الأساسي الجديد اللي هيمشي عليه النادي الأهلي، ونؤكد لكم إن إحنا هندرج فيه الثمان سنوات. الله بيجردوا من حجته. أيوه قبل ما يلحق يجي ناحية النادي الأهلي. وخد الموافقة من مديرية الشباب. المفاجأة الست اللي بعتت الموافقة اتجازت وتشالت من مكانها لما عرف الوزير بهذا الكلام، ازاي تديلهم الموافقة من مديرية القاهرة. ايوه الكلام ده موثق، وانا كنت في حلقة مع الاستاذ ابراهيم فايق وسويلم. ايوه وبعدين قال لي ايه الخلاف وقتها، والكابتن حسن حمدي هو احد اسباب المشاكل لانه مرضي. قلت له طب اقول لك حاجه، هات لنا الاستاذ سويلم. محمد سويلم كان مدير الشباب كان مدير الشباب والرياضه على الهواء لو سمحت، وسيبني بس اساله 3 4 اسئله الاجابه هتجيلك، انا مش هقول لك. انا شهادتي ممكن تبقى مجروحه. جابه على الهواء. فسالته يا محمد بيه، ألم يتقدم النادي الأهلي بطلب عقد جمعية عمومية لاعتماد النظام الأساسي وأدرج فيها إنه هيطبق نظام الثمان سنوات؟ قال لي أيوه حصل. قلت له طيب الجمعية أيوه، قال لي أيوه حصل قبل ما أسأله السؤال الثاني، وإحنا بعتنا الموافقة على فكرة. قلت له كلام جميل جدا، طب ليه ما تعملش هذا الكلام؟ قال لأن الوزير ما وافقش. قلت له وعاقب المسؤوله. فسكت كده وضحك، قال ما انت عارف يا كابتن عادل.
قلت له يعني مش كابتن حسن حمدي الذي سعى انه يهدر مبدا الثمان سنوات او يحط النادي الاهلي في مواجهه مع الوزاره. فسكت برضه وابراهيم فايق اندهش جدا وقال يعني النادي الاهلي كان موافق وبتاع، طب هو حله ليه؟ قلت له لانه كان يريد ان يحل هذا المجلس. فعملها بالطريقه بقى اللي ايه؟ اللي كلها كلام انشا، فما اقنعش حد ولا انفاق في غير موضوعه. فقال انفاق في غير موضوعه وفرع مدينه نصر دون ان يتحقق، يعني ما جالوش مثلا حاجه بتقول ان الكلام ده حصل حتى. ولذلك لم يصمد هذا القرار الا عده ساعات. صحيح. وتدخل رئيس الوزراء. انا بحكي القصه دي ليه؟ لان الامور والله مرتبطه ببعضها. وده اللي انا بقوله لكم. طول ما في تغليب لمنهج وفكره انه مصلحه الاهلي فوق اي اعتبار والاهلي فوق الجميع من ابنائه، هيظل الاستقرار الاداري في النادي الاهلي، هتظل صوره النادي الاهلي، هيظل كبرياء النادي الاهلي المشرف لوطنه. وده اللي ما بيحبوش الاهلي. هنطلع لفاصل، لكن بعد الفاصل دول كمان سرقوا كوكب الشرق. اهلا بحضراتكم من جديد. الامر ما وقفش عند ضرب الشعار، وهو مش ضرب شعار، هو ضرب منهج وضرب سبب للاستقرار. لانه دايما وابدا لما الناس بتقارن يقول لك ما هو الزمالك بيتحلله مجالس والاهلي لا، اشمعنى؟ وكان الاهلي هو اللي بيحل مجلس اداره الزمالك، وكان خلافات نادي مسؤولي نادي الزمالك وانتخاباتهم وميزانياتهم واوضاعهم النادي الاهلي مسؤول عليها. لكن يتم الزج، ليه ده بيحصل هنا ما بيحصلش هنا؟ هنا ما بيحصلش هنا عشان فيه ده اللي انا حكيته. هو وانا في منهج حاكم، هو كابتن حسن زي ما الاستاذ انس الفقي قال، فعايز تضربه. عايز اكملها دي لان خدتني التفاصيل. اه انا كنت بحكيها لك لسبب. الكابتن حسن بقى لما تفاقم الامر وصل للجنه الاولمبيه واللجنه الاولمبيه الدوليه والانتخابات وبند الثمان سنين وكان خلافا قانونيا هاما. ايوه. واتقال ان ده لو انت طبقته باثر فوري او رجعي على النادي الاهلي هيبقى بيخرق نظام مهم لو اي شكوى راحت للاتحاد الدولي النادي الاهلي يكسبها. انك انت تقول المجلس ده بالكامل ما ينزلش الانتخابات. ده ما حصل بعد كده. الكابتن حسن اتقال له كده، لو انت ما دعيتش للانتخابات محدش هيقدر يفرضها عليك. ايوه. اتقال له بفتوى من اللجنه الاولمبيه الدوليه. ما تعملش انتخابات لو انت مش عايز. فالكابتن حسن وانا شاهد على هذا ما حبش يخلي النادي في مشاكل. قال يا جماعه احنا لو دخلنا في خصومات ومشاكل وقضايا يبقى هنضطر نرفع، يبقى ده مش النادي الاهلي. هنضر النادي. ما نعمل انتخابات وانا بره. شوف التضحيه بقى فوق جميع هنا. انا ليه بحكي لك كل ده؟ ده النموذج للحي. لأن مصلحة النادي فوق جميع أبنائه قبل ما يتحل لهذا السبب. المجلس رغم هذا لم يحميه هذا الموقف من أنه هذا المجلس ضحى بمصلحته عشان تبقى مصلحة الأهلي فوق الجميع من أبنائه. ده اللي أنا كان نفسي يعني دي كانت الترجمة الحقيقية عمليا لهذا الشعار اللي مضايق الناس. ومش شعار، هو منهج حاكم للأهلي ومانع للإساءة إليه او منع لاي هزات. اظن دليل دامغ ده يعني. لكن كمان الاستاذ ابراهيم عيسى وهو بيتناول احمد عبود باشا احد رؤساء النادي الاهلي السابقين عرج على نقطه مهمه في شعبيه النادي الاهلي ورموزه. نشوفه. شخصيه غايه في الاهميه، انا بعتبر المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي هو الملياردير احمد عبود باشا. واحمد عبود باشا ده راجل عصامي، مهندس عصامي يفهم معنى يعني الصعود الاقتصادي والاجتماعي، وراجل ابن ناس طيبين كده، وكان عندهم حمام شعبي في حي شعبي، وهو قصة مثيرة جدا تستحق يعني قراية عنه. عبود باشا بقى اللي هو الملياردير العصامي ده وملياردير مصر الأول، لما تولى رئاسة النادي الأهلي من سنة 47 لغاية 1961
قرابة 15 سنة هو بقى أسس النادي الأهلي الذي نعرفه الآن. من ضمن الحاجات اللي عشان تقول لك ليه أحمد عبود باشا أهلاوي حقيقي وأخلص للنادي جدا، وهو بالمعنى الحرفي للكلمة هو المؤسس الحقيقي لنادي الأهلي، عشان أظهر لك قد إيه يعني دعمه للأهلي وحبه للأهلي. عامل عمارة الإموبيليا، بنى عمارة الإموبيليا وهي كانت أشهر عمارة في وسط البلد في شارع الشريف. فكان عبود باشا مانع أن يسكن فيها أي زملكاوي. الشرط الأساسي لأنك تسكن في عمارة الإموبيليا أنك تكون أهلاوي. وده تم استثنى اتنين بس، أم كلثوم الزملكاوية ومحمد عبد الوهاب الزملكاوي، هما اللي يسكنوا كزملكاوية في عمارة الأهلاوية. استثنى تلاتة، وهي بقى هنا اللي نقدر نتكلم على دقة المعلومة وكذب الادعاء. سيبنا برضو من جزئية اعتماد عبود باشا المؤسس الحقيقي لمنهج الأهلي، لأن دي جاي لها في تلقيحة كده بين السطور هنجلها، وفي اتهام مبطن. لكن جزئية إن عبود باشا استثنى ثلاثة زملكاوية هو وصفهم إبراهيم عيسى بأنه دول أهرامات ثلاثة، نجيب محفوظ وعبد الوهاب وأم كلثوم، اعتبر إن الثلاثة أهرامات زملكاوية علشان قيمتهم الكبيرة. قبل ما تخش في حتة أهرامات زملكاوية الأهلاوية، آه، لماذا اختص الثلاثة دول إن هم مستثنيين؟ لأنه الباقي مش هيبقوا معروفين، يعني هو عايز يجيب لك اسماء يقول لك ان دول اللي استثناهم لاهميته، هو كان عبود باشا وهو بيعمل، هو اللي بيعمل العقد، ها؟ فبيشمر كمه ويشوف البطاقة ويقول يا ابني انت اهلاوي ولا زمالك؟ لا، ده بتتعمل في حتت تانية، كانت بتتعمل ها؟ في اختبارات المذيعين والإذاعة والحاجات دي. التفتيش على الميول. التفتيش على الميول، ولذلك احنا مش متفاجئين ان كل الاذاعه دلوقتي مش اهلاوي. طبعا. انما فانت يا استاذ ابراهيم، واحنا بنقول بالدليل، انت فتشت بقى هي كانت مكتوبه في البطاقه ولا ايه؟ طيب يعني سيبنا من خش بقى في المهم. نجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب، لكن هي ام كلثوم. يعني مبدئيا هنفكركم بمنهج ملك وكتابه وقت ما الناس كانت بتتكلم بتفاخر على انه الفنان فلان الفلاني زملكاوي، والحق ده علان الترتان زملكاوي. قلنا لكم ساعتها عيب، احفظوا للكيانات قيمتها. اي انسان عظمة او كبرة هو اللي يفخر بالانتماء والانتساب للمكان. اي واحد يفخر ويزهو انه اهلاوي، ان النادي الاهلي لا يزهو بانه اي فرد ينتمي اليه، حتى ولو كانت في قيمة أم كلثوم. في حلقة سابقة تعرض ملك وكتابة لأم كلثوم وتشجيعها الرياضي، نفكركم بيها. أم كلثوم أهلوية مؤسسة، يعني من أقدم العضويات. العضويات ما حدش يعرف دي، أم كلثوم عضو في النادي الأهلي كانت من كام سنة كام يا أستاذ إبراهيم؟ الأول أنا عايز أكشف بس عن هذه الوثيقة، ودايما وابدا الوثائق التاريخيه ليها اهميتها. في مجله الاهلي كتب الاستاذ فاروق يوسف في فبراير 75، ده مع وفاه ام كلثوم، قصه ام كلثوم مع الاهلي يرويها فكري اباظه، كيف بنت ام كلثوم حمام السباحه بالاهلي ومدرجات الاتحاد. وبيكشف الاديب الكبير فكري اباظه، واحد من اقطاب النادي الاهلي ورئيس شرف النادي الاهلي، وقتها كان هو اللي بيقود مسألة جمع التبرعات في حفل كبير جدا في الذكرى ال 44 لرحيل كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. فكري أباظة حاكي في هذه القصة اللي كتبها الأستاذ فاروق يوسف عن علاقة أم كلثوم بالنادي الأهلي. فبيقول الأستاذ فاروق يوسف في مداخلة هاتفية مع إحدى الإذاعات المصرية الخاصة في يوم الاحتفال بعيد الحب الخميس الماضي، أكد الفنان سمير صبري أن أم كلثوم كانت تحب النادي الأهلي، ده كلام صديقنا العزيز علاء عزت، لدرجة العشق والجنون، مؤكدا أنها ذات مرة، ده الفنان الكبير سمير صبري، ذات مرة التقى سيدة الغناء العربي في مطار القاهرة قبل سفرها للخارج للعلاج، سألها عن الشيء اللي كانت تتمنى أنها تعمله لو لم تكن مطربة،
فقالت هتندهش لو قلت لك لو لم أكن مطربة لوددت أن أكون حارس مرمى فريق الكرة في النادي الأهلي. فاستغرب جدا سمير صبري وبيقول إن أنا اندهشت جدا، ولما سألتها قالت إنها تعشق وتشجع النادي الأهلي جدا طيلة حياتها، وهي تشاهد مباريات الأهلي كانت بتتمنى إن يكون لها دور في انتصارات وبطولات الأهلي في الكرة، لأنه قد كده شايفة هي بتسعد الجمهور. طب ليه اشمعنى حارس مرمى؟ قالت لأن أنا بشوف إن حارس المرمى ده أكتر اللاعبين اللي بيتحملوا العبء من أجل الدفاع عن تحقيق الانتصار وتجنب الهزيمة والحفاظ على الانتصار. أي في الثلاث حاجات هي عايزة تبقى إنه تبقى درع وسيف الأهلي. بالظبط. أم كلثوم اللي ولدت في 31 ديسمبر 1898 توفيت في 5 فبراير 1975 حصلت بقى على عضوية النادي الأهلي سنة 1916، يعني بعد 11 سنة من نشأة النادي الأهلي. تسع سنين نالت العضوية الشرفية أو العضوية الشرفية للنادي الأهلي. كانت أهلاوية متحمسة جدا. الأستاذ فاروق يوسف مع وفاتها حكى قصة علاقتها بالنادي الأهلي وقال إنه أول سيدة تدخل النادي الأهلي في عام 16 لما الجمعية العمومية للنادي الأهلي سمحت للمرأة بالحصول على العضوية تكريما لدور المرأة في المجتمع. كانت عضو شرف مدى الحياة، يعني هي العضوة رقم واحد هي. كانت عضو شرف مدى الحياة برقم 4391. الغريب أو الطريف إن هي ذات مرة حكمت مباراة بين الفنانين وقدام اللعيبة، يعني حتى مباراة خيرية فاختارت إن هي تكون حكم لهذه المباراة الخيرية، لأنه كان لها إسهامات كبيرة جدا في الأعمال الخيرية وفي الحفلات الخيرية اللي كانت بتحييها لصالح المجهود الحربي ولصالح أعمال خيرية أخرى. كان لها دور كبير جدا في جمع التبرعات لإنشاء حمام السباحة بتاع النادي الأهلي اللي في الجزيرة. أحيت حفلتين لهذا الهدف في النادي. وقال الأستاذ فكري أباظة رئيس شرف النادي أنه أم كلثوم رفضت أنها تاخد أي مقابل في الغناء في الحفلتين. حققت إيراد 15,000 جنيه، مبلغ رهيب ده زمان يعني. وغنت بدون مقابل في الحفل الكبير اللي أقيم مرتين في النادي الأهلي، وده كان الحفل اللي كان بينظمه الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين في حملته لجمع التبرعات لإنشاء حمام السباحة. بالله عليك شوف الأسماء، وقت رئاسة عبود باشا اللي عمالين نتكلم عليه. اللي بيعمل التبرعات والعملة عضو النادي الأهلي الكاتب الكبير مصطفى أمين. الذي يتحدث عن أم كلثوم رئيس شرف النادي الأهلي، الأديب الكبير المفوه الساخر، قول عليه اللي تقوله، فكري أباظة، عم الأهلوية فكري أباظة. التي نتحدث عنها أم كلثوم العضوة رقم واحد في عضوات النادي الأهلي، والتي تبرعت بحفلتين عملوا 15,000 جنيه. دي حاجة رهيبة يا جماعة، يعني تعمل 15 مليون جنيه السنة دلوقتي. صحيح. لكن الـ 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 الأجمل بقى إن كل التبرعات دي راحت. طب عايزين نعمل المدرجات وعايزين نعمل حمام السباحة، راح أحمد عبود باشا رئيس النادي الأهلي خد المبلغ ده وكمل عليه وعمل لنا الحمام والمدرج. أيوة صحيح. هذا هو النادي الأهلي الذي أحيانا يتحدث عنه بخفة من لا يعرف تاريخه. طيب أعتقد احنا طولنا شوية في اللقطة دي لأنها دامغة. دامغة في إيه؟ هو احنا يعني عايزين كل اللي يهمنا نطلع لا ده أم كلثوم كانت أهلاوية مش زملكاوية؟ مش هو ده الهدف. الهدف إن أنت بتحاول تلوي الحقيقة، وأنت تذكر نقطتين مهمين جدا. الأولى أنا أعتبر، شوف بقى اللي عايز ينسي في تاريخك، إن عبود باشا هو اللي الباني الحقيقي للنادي الأهلي. عبود باشا رئاسه امتدت من 48 ل 61 لحد ما تأمم وخرج 46 من 46 ولا من 46 يعني قبلها بسنة ولا اتنين. هو عايز بقى يلغوش على كل التاريخ السابق ده. كويس. مش دي بس كمان، عبود باشا وفي اشاره ان كان عنده حمام بلدي. ماشي يا سيدي. ولدي ولدي
طيب ان هو اللي يعني احنا على فكره احنا قبل كده قلنا لكم ان في رساله دكتوراه معموله تحت ابو اشرفنا كانت شاب نابه جدا عمل رساله دكتوراه عن عبود باشا هنبقى نجيب لكم منها احمد الغريب احمد غريب وهو من مدينه الاسماعيليه عمل رساله رائعه وانا عرفته على ابن اخت عبود باشا وكان اداله كل الوثائق اللي هي بقى تعمل دكتوراه غير مسبوقه يعني. لكن مش بس تقول على النادي الاهلي عبود باشا لا احد المؤثرين جدا 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 ونفخر به ويفخر هو بالنادي الاهلي ولكنه لم ينشئ النادي الاهلي. وام كلثوم يا استاذ ابراهيم ام كلثوم دي فقره كشف الكذب. فقره كشف الكذب. لانه لما يكون انتمائها معلن للكافه فما بالك بصحفي متعمق ومتابع بقيمه وحجم ابراهيم عيسى. يبقى هنا في تعمد للكذب في هذه المعلومه. علشان تروح في سياق تاني وعبود باشا وانحيازاته. ام كلثوم يا جماعه زي ما انتم شفتوا يمكن حتى مجله الاهلي في عددها رقم 50 الصادر في 7 فبراير 75 اهتمت بالحديث عن كل ما فعلته ام كلثوم مع النادي الاهلي وكيف انها منحت عضو شرف النادي الاهلي. ام كلثوم عضو شرف في الاهلي مدى الحياه. الكلام ده يا استاذ ابراهيم نشر في الجرايد والكافه متابعينه. لكن ان تستخدم علشان تدلل بيها على حاجه لانحيازات عبود باشا عشان يتقال ان ده المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي وسطوه المال اللي هنجي لكم هو الهدف الدخول من الجزئيه ديت انه يعتبر عبود باشا المؤسس لمنهج النادي الاهلي وكل شويه يقول لك وكاننا لم نبرح هذه الخطوه وكاننا لم نتحرك منذ سنه كذا الاهلي بيعمل نفس الناس اللي كان بيعملها في خطف اللعيبه وشراء اللعيبه وسطوه راس المال. ده دي اللي مضحكه بقى. ويوم مستخدم عبود باشا ويستخدم ام كلثوم فيجي الرد على لسان الاستاذ سمير صبري مع الاستاذ محمود سعد في الحديث عن ام كلثوم نشوف. عندنا الكاميرات كنت انا مجهز الكاميرات والحاجات وقلت لها لو ما كنتش ام كلثوم كنت تحبي تكوني ايه؟ شوف الرد بقى. وده موجود في الكتاب برضو. ايوه قريته. انا كنت احب ابقى حارس مرمى في النادي الاهلي. خلي بالك طلعت ام كلثوم اهلاويه رسمي. ايوه. ده يعني في طاقم سامي جوزيف افرح راضي. حارس مرمى طبعا انا فلاحه وعارفه يعني ايه الحارس هو اللي يحمي الارض والشرف والعرض والوطن. فحارس المرمى هو اللي بيحرس كل الحاجات دي طب الفلاحه اللي عارفه عايزه تحمي الارض والشرف والعرض عايزه تحمي شرف وارض وعرض مين؟ حد يهمها طبعا اللي هو النادي الاهلي اللي بتعتبره هو ده يعني بيتها كيانها انتمائها. طيب احنا بنقول الكلام ده تاني ليه؟ لانك انت بتاخد الامور وعايز تحولها عشان تخدم فكره تخصك. الضرب في ثوابت النادي الاهلي، عبود باشا بعتبره هو اللي بنى الاهلي الحقيقي او منشئ الاهلي الحقيقي، وكان كل تاريخه اللي من 1907 غير كل العظماء دول لما تيجي تتكلم عليه يقول لك لا لا بس استنى عبود باشا وفلوسه والاهرام وفلوسها فيها وهو تناسى. ما هو القوة يا جماعة عبارة عن إيه؟ يا سلطة؟ يا مال؟ يا فكر؟ الأهلي كان يمتلك الفكر الذي أتى بالسلطة وأتى بالمال، ولكن تعالوا شوفوا السلطة طول عمرها كانت فين؟ والمال أيضاً كان موجود فين؟ في الوقت اللي كان بيقول عبود باشا ده فيه ثلاث أولاً ما كانش فيه ملياردير وقتها، كان هو كبير ويبقى مليونير. كان في الزمالك موجود ابو رجيله عبد اللطيف ابو رجيله ما هو ذكره بعد كده. كان في الزمالك موجود ايوه علو الجزار كان موجود في الزمالك واحد من سلاله العائله الاهلاويه ال ابو الفتوح حسن رحمه الله عليه حسن ابو الفتوح ابو حسام ابو الفتوح
واسهامات هؤلاء بشكل مباشر لا ينكره احد موجود. احنا ضد ده، بالعكس احنا عايزين الناس كلها اللي تقدر تخدم كياناتها تخدم كياناتها. ولكن عبود باشا وفكري باشا وعلي امين ومصطفى امين لما جم عايزين يعملوا حمام السباحه وعايزين يعملوا منشآت لجأوا الى الفكر اللي ابتدى بيه النادي الاهلي، انه فكر اقتصادي. النادي الاهلي انشئ كشركه مساهمه، لم 3500 جنيه من الاعضاء المساهمين، والسهم كان بخمسة جنيه، واقترض 1500 جنيه من بنك مصر ليبدأ النادي الاهلي بفكر شركات، بفكر اسهامات، بفكر اقتراض من البنوك سدد بعدها. وايضا ام كلثوم وغير ام كلثوم بيعملوا حفلات لدعم خزينه النادي الاهلي، فتلم 15000 جنيه يساوي 15 مليون جنيه النهارده. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل تفاصيل تانيه في فقره كشف الكذب. اهلا بحضراتكم من جديد في فقره كشف الكذب بالوقائع والصوره. شفنا ام كلثوم وانتمائها، وشفنا قد ايه الصاق بيها علشان تروح في سكه تانيه، لكن قصه انتقالات اللاعبين وانه يتقال انه عبود باشا المؤسس الحقيقي لمنهج الاهلي وسطوه راس المال، ويقول لك ده اللي شغال لغايه دلوقتي. نسمع ابراهيم عيسى تاني. يبعت وزير الحربيه ده حيدر باشا للملك فاروق سنه 51 جواب يقول فيه ان احمد عبود باشا يمارس من خلال رئاسته للنادي الاهلي استخدام المال، وهو الامر الذي يدفع باللاعبين للانتقال للنادي الاهلي بعد ان يتخلوا عن انديتهم. الخطاب رايح شكوى، وزير حربيه رئيس نادي الزمالك بيبعت شكوى في رئيس النادي الاهلي لجلاله الملك فاروق شخصيا، يقول له انه احمد عبود بيشتري اللعيبه بفلوسه، وانه احمد عبود بيخطف اللعيبه بالانديه الثانيه، ومن ثم هو بيقدر ياخد احسن لعيبه في مصر فياخدوا البطولات. ده امتى الكلام ده؟ الكلام ده سنه 51 في شكوى رسميه متقدمه للملك فاروق. حسن يوسف وقتها بقى رئيس الديوان الملكي قال للملك فاروق يعني انه عبود باشا كل الانجازات اللي بيعملها في الاهلي بيعمل عليها لوحه رخاميه ويقول انها في عهد جلالتكم وفخامتكم، فيعني فاشار الملك فاروق بتجاهل شكوى وزير حربيته رئيس نادي الزمالك الفريق اللي كان بيحمل اسمه، عشان احمد عبود باشا بيرش جامد قوي وبيخطف اللعيبه فبياخد الدوري. تخيلوا ان قبلها بكام سنه عبد الرحمن باشا لطفي رئيس النادي المصري ببورسعيد بيبعت جواب تلغراف، مش جواب بقى، الى جلاله الملك فاروق، تلغراف رسمي سنه 46، يشكو من رئيس النادي الاهلي احمد عبود قائلا في التلغراف ان النادي الاهلي طلب اعاره 3 من لاعبي النادي المصري للاشتراك مع الفريق الاهلي في رحلتي الى تركيا، ووافقت اداره النادي المصري بعد ان كتبت اداره النادي الاهلي تعهدا بعدم ضم اي لاعب منهم، ولكن النادي الاهلي نقض عهده وضم اليه احد هؤلاء اللاعبين الثلاثه وهو محمد ابو حباجه، ويسعى لنقله من بورسعيد الى القاهره، كما يحاول ضم لاعبين اخرين بوسائل الاغراءات المختلفه من نفوذ كبار الموظفين من اعضائه، وفي هذه الحاله نضطر لقفل ابواب النادي وحله، لذلك نلجا الى جلالتكم للحيلوله دون تحكم هذا النادي الكبير الغني بماله ونقوده في الانديه الفقيره. يا سلام على الهمام، ايه الجمال ده؟ عبود باشا وسطوة رأس المال. طيب هو عبود باشا كان يستطيع أن يتصدى لحيدر باشا اللي كان وزير الحربية ورئيس الاتحاد الكورة ورئيس نادي الزمالك في هذا الوقت الذي يجأر فيه حيدر باشا بالشكوى للملك من سطوة عبود باشا ومال عبود باشا؟ لم يأخذ النادي الأهلي لاعب واحد في لحد هذه اللحظة وفي تاريخه وبعدها بعشر سنوات من نادي الزمالك. أكتر من كده، أن الزمالك هو اللي خد من النادي الأهلي يكن
وزكي عثمان وعلاء الحمولي وغيرهم في هذا الوقت، يبقى عبود باشا بسطوه راس المال عمل ايه؟ استاذ ابراهيم عندك تفاصيل اخرى انت. بصوا الكذب البين على تاريخ الاهلي بالحقيقه. سيبكم من انه الاهلي سطوته اكبر من وزير الحربيه، لدرجه ان وزير الحربيه ورئيس اتحاد الكوره ورئيس نادي الزمالك الثلاثه مع بعض قال ايه؟ يستغيث بجلاله الملك اللي نادي الزمالك بيحمل اسمه، عشان عبود باشا بياخد اللعيبه من الزمالك بفلوسه. انا ليه بقول لكم هذا الكذب البين بوضوح؟ ليه؟ لانه في الحقيقه ولا لاعب جه من الزمالك للاهلي قبل مين؟ قبل مين؟ قبل رضا عبد العال سنه 1993. بصوا الكذب البين بقى، مش 51 ولا 71 ولا 61. بدايه حركه الانتقالات بين الاهلي والزمالك في الجدول اللي هتشوفوه 1919 حسين حجازي، و1940 عبد الكريم صقر، ثم حجازي وصقر الاثنين راحوا وجم بين الناديين مرتين ثلاثه، وبدايتهم النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي ما اخدش لاعب من النادي الزمالك لا في حيدر ولا في غير حيدر قبل سنه 93، 1993. انتوا متخيلين انه يتهم الاهلي انه استجار حيدر باشا وزير الحربيه من نفوذ عبود باشا سنه 51، واول اول حركه انتقال قبل بعد كده ب 40 سنه، ب 40 سنه. لكن الاتهام في الاهلي، وده الخطوره، انه ابراهيم عيسى يكرر انه عبود باشا المؤسس الحقيقي للنادي الاهلي، فالاهلاويه يفرحوا، فيروح حاطط السم في العسل، دالق جردل سم على العسل، ويقول لك ايه؟ شوفوا سطوه راس المال ومنهج النادي الاهلي في خطف اللاعبين من امتى؟ من امتى؟ ده هو المؤسس الحقيقي للمنهج ده في الوقت اللي كان الزمالك بيخطف من الاهلي نفسه، في الوقت اللي ابراهيم عيسى نفسه بقى في فيديو اخر يقول لك حيدر باشا، الفنان محمد عبد المطلب في مذكراته قال ان حيدر باشا كان بياخد اللعيبه ويحبسهم عشان يروح الزمالك، وياخد عبد المطلب السجن يغني لهم يسليهم لغايه لما فتره الانتقالات تعدي. شفتوا؟ يعني واحد عنده نفوذ يسجن اللعيبه يحبسهم لغايه عشان يحافظ عليهم ويوديهم الزمالك. وانتوا على فكره لو بصيتوا في فتره الاربعينات هتلاقي ياما لعيبه راحت بالامر. استفاد الزمالك من يكن حسين ومن زكي عثمان ومن علاء الحمولي ومن احمد عفت، من كتير انتقلوا للزمالك في الفتره دي بتاعت حيدر باشا. فيتقال اصل الاهلي بفلوس، فلوسه ايه؟ ثم تاتي الخطوره الشديده جدا عندما ينكا الجراح بين الاهلي والمصري. وكان اللي حصل ده مش كفايه. فيتم التاصيل لفكره ان الاهلي رئيس النادي المصري خدمه استجار للملك كمان، ان الاهلي خد ابو حباجه. طب ما تكمل الروايات، ما تشوف الزمالك خد مين، ما تشوف الاهلي بعد كده ادى المصري مين. ليه يتم فقط هذا الاجتزاء لواقعه واحده علشان يتم تصوير النادي الاهلي في تاريخه انه بفلوسه بيخطف اللعيبه وبنفوذه بيهدر حقوق الانديه الصغيره؟ ما يتقالش ان الاهلي ادى لمصر عشرات اللعيبه طوال تاريخه، ولا انه نادي الزمالك هو اللي اخذ كل اللعيبه من كل الانديه. هذا التصوير المسيء جدا للنادي الاهلي في تاريخه ورموزه، عشان يثبت في العقل الجمعي للجماهير قد ايه ده نادي مفتري، وقد ايه كان بيشتري بطولاته بفلوس، وقد ايه كان بيستغل نفوذه ونفوذ رجاله في انه يخطف اللعيبه من الانديه الصغيره. هو الحديث كله أنا مستغربه، وأنا قلت لك ما هذا ولماذا لماذا عمالة تبان من كتر السرد اللي بنقوله إن أنت 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 يعني ضحط أو فنت، إن كثير من الكلام ده ما كانش حقيقي اللي هو قاله واستند إليه وبالأدلة. وعلى فكرة في حاجات تانية بس الوقت مش يسعنا، يعني على لسانه هو نفسه اللي هو بيقول لك الاهلي يعيش المؤامره، ده هو اللي قال ان احنا طول عمرنا عايشين المؤامره يا كابتن حسن، وليه السبب ومش عارف ايه، وتظل سويا الى ان تصبح، هو اللي بيقول. والاكتئاب والعقده النفسيه. هنطلع الفاصل لان الحقيقه الكلام كتير بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا وصلت كشف الكذب والادعاء على الاهلي وتاريخه ومحاوله تشويه رموزه وحتى محاوله الاساءه الى بطولاته، وعرضنا بالتفصيل كل اللي انتم شفتوه قبل كده. لكن لما يتحول الامر الى انه حريه التطاول على الاهلي توصف بانها ده حريه تعبير، وهنا على فكره من المفارقه ان كل المتداخلين في الازمه اللي احنا عمالين نتكلم فيها كلهم ابناء كليه واحده انا بعتز بيها، كليه الاعلام، سواء الاستاذ حامد عز الدين او الاستاذ سيد علي او الاستاذ ابراهيم عيسى او الاستاذ عمرو اديب، ثم نهايه بالزميل والصديق عادل السنهوري. استاذ عادل السنهوري خرج علينا اليوم في مقاله باليوم السابع بعنوان دفاعا عن ابراهيم عيسى. الامر لو انت بتتكلم زي ما هو بيقول ويستعير مقوله الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير، اختلف معاك في الراي لكني مستعد ان اقدم حياتي ثمنا لحريه تعبيرك او حقك في التعبير، مقاله كبيره جدا لعادل السنهوري. اللي استوقفني فيها اول حاجه انه يعتبر ما صدر من ابراهيم عيسى في حق النادي الاهلي ونعت جماهير النادي الاهلي بالنازيه، ولو كان في المانيا كان راح في داهيه، لكن لما يوصف جمهور الاهلي بالنازيه بهذا الشكل ويعتبر ده شيء او شكل من اشكال حريه التعبير، يبقى لازم نقف. لانه حتى كمان عادل السنهوري بيستخدم لفظ اتهام النادي الاهلي واعلامه بالمكارثيه. مكارثيه ودخل جمهور الكوره في منطقه تانية. فولتير ايه فولتير والمكارثيه والنازيه. المكارثيه ده جوزيف مكارثي، ده سيناتور جمهوري امريكي في اثناء الحرب البارده بين الامريكان وروسيا والمعسكر الشرقي، نشطت الحرب البارده قوي، فهذا السيناتور الجمهوري كان متعنت جدا جدا ضد الشيوعيين، فبدا يعمل تفتيش على ضمائر الامريكان وافكارهم مين شيوعي، فكل شويه يعمل عريضه الحقوا وزاره الخارجيه الامريكيه فيها فلان ويقدم عريضه ب 2001 فيتم شطبهم، فبقت الاتهام بالمكارثيه تعبير عن التفتيش في الضمائر والافكار والانتماءات. فصارت عايز يتهم عادل السنهوري النادي الاهلي بانه يمارس هذه المكارثيه ضد ابراهيم عيسى، مش عايز يقول ابدا انه في اساءه لجمهور النادي الاهلي ما يصحش تحصل، وفي معلومات خاطئه ما يصحش تتقال. لكن الغريب جدا انه الصديق العزيز عادل السنهوري يتحدث عن التعصب الكروي، وانه الاهلي كده بيمارس نوع من ترسيخ التعصب على اساس ان هو محايد. ما يحدف عليك على اساس انه محايد، لكن اكيد لما هيسمع اللي هو قاله في قناه الزمالك هيبقى له راي في مين هو اللي بيستخدم هذا التعصب. نفكره. انا بؤمن دايما الذي يمثلني يعني كمصري المنتخب، يعني كل نادي يعني بيمثل نفسه في النهايه، هذه البطوله لو الاهلي خدها هتضاف لدولاب بطولاته. يعني لكن انت لا تشجع الا الزمالك. انا ما بشجعش غير الزمالك خالص حقيقة. ودماغك ما يعني ولا تتمزج ولا تتضايق الا من الزمالك. انا بصراحه لا استمتع باي مباراه غير مباراه الزمالك حتى هو بيتهزم. انا لا استمتع باي كوره محليه يعني غير في مباراه الزمالك فقط. الجزء اللي قبل السؤال ده كارثي، كارثي بمعنى الكلمه. هو موجود يجوز في المونتاج، حصل بس خطا في المونتاج، لانه كابتن خالد الغندور بيساله بكره الاهلي هيلعب مع الدحيل القطري، والكلام في عز الازمه مع قطر، وما اعتقدش ان كان في حد يقول الاهلي يتغلب من فريق قطري، لكن قالها عادل السنهوري في هذا الفيديو. قال له يعني انت مش عايز الاهلي يكسب؟ قال له بص لو كسب هقول لاصحابي مبروك، لكن انا ما بشجعش الا الزمالك وما اتمناش ان الاهلي يكسب. لا لا يلعب مع الدحيل القطري، الراجل اللي بيتكلم على ان الاهلي بيبص التعصب وبيثير الفتن هو نفسه اللي بيتكلم على انه الاهلي لما يلعب ضد فريق قطري لا ما يكسبش، لانه الراجل ما بيشجعش الا الزمالك. شجع الزمالك براحتك، اكيد عندك اسبابك واكيد انت حر واكيد ان انت بتستمتع، لكن المجاهره
بهذا الشعور السلبي ضد الاهلي وهو بيلعب ضد فريق قطري في هذا التوقيت، اعتقد ده كان مش تعصب خالص، زي ما كانش كلام عادل السنهوري كمان بعد كده لا حياد ولا موضوعيه. الاعلام الرياضي للاسف الايام دي يعني في ظل عايز اقول حاله السيوله في المواقع والاخره، يعني فكره بقى بلاش الحياد، مفيش حياد في الاعلام او المهنيه. طب المهنيه اسمها الموضوعي، كل واحد عنده انحيازه، بس ازاي تبقى موضوعي؟ لا، اصبح الاعلام الرياضي دلوقتي لا، يعني حتى هو بيتعامل مع الخبر انه لا اهلاوي ولا زملكاوي، انه لا بلاش الخبر ده ضد الاهلي، الخبر ده ضد الزمالك عشان خبر سيء. بقت الانتماءات هي المتحكمه. احنا لازم نعيد تاني الضوابط. احنا عندنا ازمه حاليا دلوقتي في الاعلام، لازم تحط ضوابط ولازم يبقى نرجع الاعتبار للمهنيه مره اخرى، وبالذات في الاعلام الرياضي، علشان كمان ما نديش فرصه للسوشيال ميديا، لانه في النهايه السوشيال ميديا يعني انا مش عايز اقول ما فيش حتى الان قوانين عايزين ضبط المساله، كمان اداء السوشيال ميديا ما دام اصبحت دلوقتي مصدر للاثاره حتى الفتن او لاخره، لازم في هناك ضوابط ليها ناخد بالنا منها من بدري بالتاكيد. فعشان كده بطالب ان يكون في هناك موضوعيه في الاعلام الرياضي بغض النظر اذا كان ضد انتمائي انا او لا. للاسف الوقت بيداهمنا، لانه لو حركنا الشريط لكلام السنهوري بيحط خطه ازاي الزمالك يقدر يواجه الاهلي اعلاميا، وازاي انه الموضوع ينتمي الى حرب الجيل الرابع. ممكن اقول له على الخطه؟ حرب الجيل الرابع، قال لك هي حرب الجيل الرابع ولابد من مواجهه بس الاكاذيب. اقول لك على الخطه دي، الغي ست سبع برامج في الاذاعه للزمالك عشان تعمل توازن. عشان تعمل التوازن. وفي التلفزيون. لكن بصوا، سيبكم من الكلام المطلق، الكلام على انه الاهلي بيتفوق عشان عنده فلوس في السابق واللاحق. شيكابالا كان ضيف مع الاستاذ عمرو اديب، فكل كلامه احنا ما بناخدش فلوس بقالنا سنتين، اللعيبه دول ابطال لانهم ما بياخدوش فلوسهم بقالهم سنتين، لكن لو عندنا الفلوس اللي عند الاهلي، ثم تلاقي جمله كده متلقحه شويه وما اعرفش بتيجي الفلوس منين، كنا هناخد بطولات. الاهلي بس اللي عنده فلوس، طب هو الزمالك ما عندوش فلوس؟ الاستاذ طارق جبريل امين صندوق نادي الزمالك وفي قناه الزمالك قال ايه؟ الدوري ده اتاخد بعد خمس سنين. الدوري ده اتاخد بعد خمس سنين. خمس سنين مظبوط؟ يعني بعد خمس سنين مفيش دوري. مفيش دوري. واللعيبه هي اللعيبه. بالعكس يمكن نقصت في الموسم في الاخير ده. اللعيبه تقريبا هي اللعيبه، هو نفس الكيان. مش كده؟ وكان في مدربين كويسين. سيبك بقى ان واحد مشي وكان في مشكله وكده، لكن في كان مدربين كويسين. وما كسبوش ليه؟ طب اشمعنى كسبوا دلوقتي؟ هم نفس اللعيب. هو ممكن حد يقول لك خدوا بطولات ثانيه وكانوا بيلعبوا ماتش سوبر او خدوا بطوله الكونفدراليه، يعني خدوا برضو بطولات، لكن حضرتك بتتكلم ان هم تاخد خمس سنين يقدروا ياخدوا. معلش انا اسف، النسبه الاكبر يعني حضرتك تصرف مليار و600 مليون وما تاخدش دوري في خمس سنين؟ ده معلومه مليار و600 مليون يس ولا حضرتك بتقول كواحد من الجمهور زي كده؟ لا ما بقولش مثلا، يعني حضرتك الامين صندوق بتقول اتصرف مليار مليار و600 مليون على الكوره في الخمس سنين اللي فاتوا. يعني انا نصرف ده غير دعم تركيا للشيخ. 2 مليار ما كسبش دوري واحد، ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك، ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك، ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك. يعني حوالي بالدعم كده نعدي نوصل حوالي 2 مليار وربع مثلا في الخمس سنين، اللي يا عيني الاهلي معاه فلوس والزمالك ما معهوش فلوس. ده غير طبعا ده في الكوره بس، في الكوره بس 2 مليار. 2 مليار لا ده امين الصندوق، مليار و650 غير الدعم. غير الدعم اللي هو يعني يقول 400 و500 كمان. يعني هل هذا يعني احنا اللي بنقول عايز تعرف، واللي بيقول لك عايزين نعرف فلوسه جت منين؟ الاهلي اللي مش عارفين فلوسه جت منين؟ الاهلي فلوسه في ميزانيته يا حبيبي. الاهلي فلوسه في البنوك يا حبيبي، مش في البيوت. الاهلي فلوسه في ميزانيته.
الاهلي فلوسه في الرعايه والبث التلفزيوني والوحده الاقتصاديه و و و و البنود المعلنه معلنه وكل يوم والتاني معلنه ومشهره بالاحتفاليات المتتاليه لهذه الوحدات الاقتصاديه اللي كل يوم يبتكرها النادي الاهلي. فاحنا ليه بنقول هذا الكلام؟ لان اللي حصل في الاهلي من المثقفين بقى يا استاذ ابراهيم شديد الخطوره، ويجب فعلا انك انت لا تتحول لضحيه وانت اللي بتدافع عن نفسك ويتقال لك ما تعملش كده، او يتقال لك بتعمل كده ليه، ده انت مش عارف ايه. وبعدين يقول لك والاهلي ونظريه المؤامره، نظريه مؤامره ايه؟ هو احنا دي اللي خلوها لبعدين بقى، اصل الموضوع ده كبير قوي. دي حلقه الخميس دهمنا الوقت، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.